مساء الورد لأحلى متابعين. الله بابا رد رد لي. مية بالمية برافو للبابا. مية بالمية بوقت ملتي صوت الشغالي مع بكرة. بس حدا يحضر الفيديو اللي هذا الصوت ما نكن ننزل هاي الأصوات كلها شغالي. يعني في الوقت كم يعني واحد يقاتل أبو هزي؟ خمسة مية بالمية. برافو برافو روني، برافو يا بوبو. هلا نحن حطينا العدة وهي الأضوية بطريقة غير اليوم بالمحل غير هاي. حاطين الأضوية والعدة بوقت ملتي صوت الشغالة مع بكرة. بس حدا يحضر الفيديو اللي هذا الصوت ما نك منزل هاي الأصوات كلها شغالة، يعني كلها على القناة سيف 77. وراح نشوف كيف الله بده يسرها معنا. هلا أنا هلا بلشت صور، صرنا قاتلين خمس سمنات، هلا بلشت صور الفيديو لأنه كنا مشغولين بالعدة وهيك. ماشي اتكال على الله. ألف بالمية سمنة، ألف بالمية. ما بعرف إذا ضلت مكفية ولا سكت ولا غطت. قرب قرب معي. هيك فوقي. غطت. ما بقوي تغير الرصو عشر خرطوشي بالعالم. بعد الرصو بعد الرصو طلع عشرين جرام ما حدا يقوي. ودي خالد يا حبيبي ودي خالد. يلا عوض من اللي عم يقوس بالتسعة؟ مية بالمية. أنت؟ مية بالمية. بس عجبني قواس التسعة. 12 رفيع. منيح الحركة. مية بالمية الشغل يا شباب اليوم متابعين 77. فين صوبتها؟ قدام على اللمتها. عاوزة بالله. خردق موصل. ما تسمع الضرب. رد عليه برنا. دنيا. رد. 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 كده عم نشوف. شبه شبه. رد رد شبه. أول ضرب. إيه بس وين راحت البيت؟ راحت البيت على الزيتون. هون 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 رد. شكرا كثير. بالله خبر له واقعة هي. ها وقعت 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 هي واقعة وحياته ليه دي واقعة؟ لا لا
يلا بقى وقع وقع ضرب لك ايري باختك يلا ايه بتروح يلا يلا بس انا صبته من فين ضرب صبته له مساء الورد لأحلى متابعين الله بابا بابا مع لكم الله صيد 77 كل أصوات الملتي ساوند بيرد ساوند مقمط بالصرير بتلاقون عند الصيد 77 يا شباب راقبوا معنا كيف صيد 77 بيحط الأضوية بالصيد وكيف بيجيب السمنة وع أي مجال بيضويها وع أي مجال بيطفيها شباب ما قلكن غير سيد 77 تتعلموا منه قصص بالسمون ما حدا عارفها بالهواء الشرقي كيف بيضويها بيردها بالليزر بلا كاشف ما بيكشفها بيردها بالليزر بس مجال قواس بدو الكاشف عليها كرمال ما تعلى بدكن تتعرفوا على هول الأمور كلها سوا ما قلكن إلا سيد 77 تتعلموا منه أنا كل خبرتي منه فاللي بده يصير مثل البوبو بده يجي عند معلم الكبير ما بده يصير مثل البوبو يروح عند الدكتور صباط وبس يروح عند الدكتور صباط وما يتعلم يكتب هون على جبينه انا الجحش وين ما بيقرا بيقرا على جبينه انا الجحش يصير عنده اخوه كثير بوبو ما قلكن الا صيد 77 وتراقبوا فيديوهاته حيتكسر الارض جايكم باصوات كثير كل المواسم ما قلكن الا صيد 77 على اليوتيوب يلا سلام عذب على الشوكات برافو برافو ابو كمال شو يا ورثي انتهت مهمتك هلا بنروح على صورها صحيح
والله حرك شوي لجنة لحد ثاني شوي لو وجهك ناقص ما كنت جبت له طب انت اشتغلت؟ لا طلع الجو مية بالمية ليك ضوي ضوي خليك مضوى لا لا روح ليك هون هاي يا رب مية بالمية لا ستة وثلاثين جرام واربعين جرام بحياة ربا هاي الشنطة فيها مشكلي الشنطة مشكلي هاي ركبنا لك الركوة يا ورتي حبيبي يا بابا تنتين مية بالمية شو هالببو هذا يا عمي دعانا هديك والله ليك مين بدي يروح يجيبها نزل تهدي على الضوء قل لا لا قل واحدة يا خير صارت انت ببو كمان مين هذا ابو هزي يا لوني يا ريتني بضل بوبو كل عمره كلنا بنتمنى كنا بنتمنى نرجع اولاد ابو هزه ابو هزه هذا ما بيعرف كل الوقت كم وحده قاتل ابو هزه خمسه يلا بكرة بيكبروا وبيصيروا ثمانية شباب كبسوا يا أخواتي أشو فيه نحن معك واحدة كلها معك حدا لا معي ركاب هلا باسم يا فيه ليه بدك شي أربع ساعات يا خير بدك أربع ساعات من جنوب لهون لك